أهلا بكم. نجحت حملة أمنية قامت بها إدارة أمن محافظة تعز بالتعاون مع الجيش الوطني في القبض على مطلوبين حاصروا المجمع الحكومي وقتلوا ضابطا في اللواء 35 مدرع بمدينة التربة. وشهدت المدينة مظاهرة حاشدة تأييدا للحملة التي تهدف لإعادة الأمن والاستقرار واعتقال العناصر المطلوبة أمنيا. وقال مدير الاستخبارات في محور تعز العقيد عبده البحيري، قال إن الحملة جاءت استجابة لاستغاثة المواطنين في التربة وشمايتين بضبط الجماعات التخريبية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها. نتوقف مشاهدينا مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما أثر العناصر التخريبية على جهود تطبيع الحياة في المدن والمناطق المحررة، وكيف يمكن المحافظة على المكاسب العسكرية وتأمينها بالتزامن مع تحرير المزيد من المناطق. إذن مشاهدينا، بين حين وآخر تشهد العديد من المدن والمناطق المحررة نشاطا نسبيا للعناصر المسلحة والتخريبية بالتزامن مع حملات أمنية وعسكرية تكافح لإنهاء تواجد هذه العناصر. يحدث هذا فيما تفتقر معظم المدن والمناطق لأجهزة أمنية قوية، وتعاني من عدم تأهيل البنى التحتية ومراكز الشرطة مقابل استماتة الميليشيا الإنقلابية في العودة إليها من بوابة الإرهاب والعناصر التخريبية، وهو ما يضاعف من جهود قوات الجيش التي تخوض معركة تحرير المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. مشاهدينا، نتابع تقرير الزميل محمد القاسم، ومن ثم نعود لبدء النقاش. بين تأمين المناطق المحررة وتحرير المزيد منها، تحارب قوات الجيش الوطني والمقاومة على أكثر من جبهة، حرب تتسبب في تشتيت الجهود وتأخذ المعركة إلى نواحٍ كثيرة ومتشعبة. فكلما ضاقت الأرض بميليشيا الحوثي والمخلوع وخسرت الكثير من مساحات سيطرتها، تلجأ لأسلوب حرب العصابات عبر أدوات تخريبية وإرهابية هدفها هد الأرضية التي تقف عليها الشرعية. وبينما تكافح السلطات من أجل الحفاظ على هدوء المساحات الجغرافية المحررة، تخرج القشور القديمة والأدوات الموكلة إليها مهمة إنعاش الفوضى، لكن هذا لا يعفي القصور الأمني من إتاحة الفراغ أمامها، وبالتحديد في مدينة التربة حيث استيقظ المواطنون هناك على حملة أمنية نفذتها قوات الجيش والمقاومة بهدف القبض على مطلوبين حصروا المجمع الحكومي وقتلوا ضباطا من اللواء 35 مدرع التابع لقوات الجيش. جاءت الحملة الأمنية استجابة لاستغاثة المواطنين في التربة والشمايتين بشكل عام لما حصل من قبل مجموعة خارجة عن النظام والقانون، قاموا بأعمال مخلة استهدفت محلات، استهدفت أشخاص، أرواح ناس، قطعوا الطريق، سطوا على ممتلكات خاصة وعامة. فكان لزاما على الجهات أو السلطة أن تقوم بضبط هؤلاء. مصادر محلية قالت إن الحملة نجحت في القبض على 5 من أبرز المطلوبين المتهمين بتنفيذ عمليات التخريب وإقلاق السكينة في المدينة، لكنها لم تنجح حتى الآن في تصفية باقي الجيوب والشبكة المتهمة بإشاعة الفوضى. المعركة طويلة ومتشعبة، ويحتاج الجيش الوطني والمقاومة إلى المزيد من اليقظة والإمكانيات وتنفيذ خطة الحفاظ على مكاسبهم العسكرية. فتطبيع الحياة يتطلب تأمين المناطق المحررة والاستعداد الكامل لحسم المعارك المؤجلة. ما يحدث في تعز يحدث أيضا في أبين ولحج وعدن، حيث لا يمر يوم دون خبر اغتيال أو تفجير أو إفشال عمليات إرهابية وضبط متفجرات. فالشاهد أن البلاد لم تخرج بعد من فم الحرب، ولا تزال أجزاء منها تحت تهديد جماعات مسلحة، بينما أجزاء أخرى تعاني من سيطرة وسطوة ميليشيا الإنقلاب، فيما ترسم الحرب المشتعلة خرائبها اليومية على هذا النحو، وتأخذ تداعياتها مستوى خطيرا من التصعيد والدمار. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش. ينضم إلينا الآن قائد الحملة الأمنية في مدينة التربة العقيد محمد المحمودي. مساء الخير سيادة العقيد. سيادة العقيد، يعني نبدأ معك من الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الجيش والمقاومة بمدينة التربة، ضعنا في تفاصيل ونتائج هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن نقول بأنه استدعت الحاجة الأمنية بتجهيز حملة أمنية مشتركة بين قيادة محور تعز وكذلك قيادة المحافظة
ممثلة بالمحافظ علي المعمري. نعم. وجهاز الأمن بقيادة العميد محمود المغبشي تم الدراسة المفصلة لهذه الحملة منذ فترة. نعم. وتم نزولنا ليلة يوم الثلاثاء إلى مدينة تعز بعد رصد تحركات كثير من زعماء هذه العصابات التي قامت بإطلاق السكينة العامة والأمن العام، وقامت بالتقطعات وكذلك محاصرة المجمع الحكومي وإطلاق النار عليه ما أدى إلى قتل اثنين من قيادات اللجنة الأمنية وتابعة للواء 35. نعم. فتم تحرك هذه الحملة بخطة مرسومة وأهداف محددة. تم التحرك في اليوم الثاني صباحا، تم استهداف الرؤوس الأساسية في هذه المهمة، وهم قادات العصابات ومطلوبين أمنيا وهاربين من السجن المركزي سابقا بتهم قتل. تم إلقاء القبض على عدد منهم بعد مداهمة منازلهم والاشتباك معهم مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفرادنا. نعم. نعم، يعني سيادة العقيد ولو قطعتك هنا، يعني هذه الجماعات التي تحدثتم أنه تم القبض عليها، يعني ما الغرض الذي تريده يعني في إثارة الفوضى في مديرية التربة، أو يعني من خلال التحقيقات هل تبين لكم يعني تتبع من هذه الجماعات؟ هذه الجماعات بدأت تنشط عندما اقتربت قوات الحوثي وعفاش من خطوط التماس مع جبهة التربة والحجرية. أراد أن يخلق في أكبر مدينة، هي أكبر مدينة تتبع ثاني أكبر مدينة في تعز، وذلك يخلق القلق الأمنية لتسهيل ونشاط لتسهيل سقوطها في يد الحوثيين عندما يقتربون منها تماما. ونشطت كل الخلايا النائمة التابعة للمؤتمر الشعبي العام الملتصقة بالرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، وكذلك كل الخلايا النائمة المرتبطة بما يسمى بالكيان الحوثي أو أنصار الله. نعم. تسهيل مهمة سقوط هذه المدينة. بدأت نشاط كبير جدا بقطع الطرقات، بيقف سيارات المنظمات، وكذلك منع وصول المساعدات، الاعتداء على المواطنين والمحلات التجارية. نعم. كان لزاما على قيادة المقاومة في تعز أن تجهز حملة قوية لردع هذه التصرفات وإعادة الحاضنة الشعبية وإعادة التربة إلى أحضان المقاومة. نعم سيادة العميد، يعني سنستكمل معك من هذه يعني من حيث توقفنا هنا، لكن سأذهب للترحيب بوكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي. مرحبا بك يعني سيد رشاد، ومساء الخير. مساء النور سيد رشاد. يعني ما مستوى التقدم في الملف الأمني في المناطق المحررة بتعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التقدم الجاري في مسألة الجانب الأمني، أنا أعتقد في تقدم ربما بشكل إيجابي. نعم. تعمل السلطة المحلية على بسط الأمن في المناطق المحررة من خلال إدارة الأمن والأجهزة المختلفة لإدارة الأمن. إدارة الأمن كما أشار الأخ العقيد المحمودي لديها خطط، كانت خطة ما جرى من الحملة هذه هي خطة لإدارة الأمن لبسط الأمن في المحافظات كلها، وتنفذ على المناطق على مراحل وفقا للمساحات التي يجتبها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. إدارة الأمن لديها خطة، لديها أجهزة، المساحات في داخل المدينة، المساحات التي تحرر يتم فتح أقسام شرطة فيها بالتنسيق بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وهناك خطة أما مسألة المديريات، أيضا كل مديرية فيها إدارة أمن تعمل وأقسام شرطة كلها مفعلة، لكن نتيجة للظروف والإمكانيات التي تعانيها إدارة الأمن في مسألة الإدارة بإشراكها، فمن يقوم بإدارة الأمن في المديريات ثم بالأمن المقاومة أو الجيش الوطني أو ضباط الشرطة، وهذه ما استطاعت إدارة الأمن أن تعملها وتتجاوز مشكلة الفراغ الأمني الموجود داخل المديريات، فتجاوزت عن الجانب الأمني بعمل بتكليف المقاومة في مسألة ضبط الأمن في هذه المديريات. اليوم بدأ الفصل الدراسي والطلاب يذهبون إلى المدرسة. نعم. على إدارة الأمن، منها البؤر التوتر التي يمكن أن تخلق في بعض الأماكن. نحن في صدد تطبيع الحياة
في هذه المساحات المحررة من المحافظة. لكن يعني سيد رشاد، يعني ما مستوى النجاح في الملف الأمني؟ يعني هل نستطيع القول أن المخاطر يعني التي نتوقع أن تحدث في ظل هذا الوضع أنها يعني باتت يعني لا يوجد أي تخوف منها؟ لا 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 خلق، نحن غير قلقين فيما يحدث. انا اعتقد انه نحن ساعيين الان في السلطه المحليه ان تبدا ان تفعيل مؤسسات الدوله، واعتقد انا انه الخطوه الاولى في مساله يعني تطمين الناس في مساله فرض الامن هي تطبيع الحياه من خلال تفعيل مؤسسات الدوله. اليوم المدارس تعمل، بدات الان عدد من مؤسسات الدوله ايضا تعمل بايجابيه معقوله. انا اعتقد ان الخطوات التي نسير عليها وما تعمل اداره الامن من خلال غرفه عمليات متحكمه في الجوانب الامنيه من سواء كان في المدينه او المديريات، انا اعتقد انها خطوه ممتازه، وما يقوم به الاخوه في اداره الامن سواء ممثله بالاخ محمود المغبشي او الاخوه مساعدي مدير الامن بالتنسيق سواء كان مع قياده المحور او الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. اداء انا اعتقد يطمن الى حد كبير في هذه المساله، ولا خوف من هذه ما حصل في التربه. اعتقد انا هي نجاح لمساله الاجهزه الامنيه في مساله الضبط، وهي مؤشر لكل من يريد او يخرج عن القانون سوف يجد هناك قوة راجعة له. وأنا أعتقد ما حققته هذه الحملة في التربة أعتقد إيجابي، ويستحقون من قام بها التحية. نعم، تكرم بالبقاء معنا يعني سيد رشاد الأكحلي. نعود للعقيد محمد المحمودي. يعني سيادة العقيد، هل يعني ستقتصر الحملة على مدينة التربة فقط أم ستشمل عدة مناطق في تعز؟ اولا هذه هي خطه متكامله لاعاده الامن في محافظه تعز والمناطق المحرره. نعم. بدايتها كانت التربه، لاهميه هذه المدينه حيث هي رئه والشريان المغذي لمدينه تعز. حققنا بعض الانجازات وما زال هناك شيء الكثير الذي يجب ان نحققه لنقول ان هذه الحمله قد نجحت. الحمله ستبدا من النشمه، ستبدا من التربه، وستستمر في المناطق المجاورة والمحاذية للتربة مرورا بالنشمة بالمسراخ، لتأمين هذا الخط بالكامل، وتأمين بتأمين الخزان البشري العملاق اللي هو الحجرية وما فيها التربة. بعد ذلك هي رسالة وهي البداية، هذه هي رسالة للكل لأنه الأمن في مدينة تعز سوف يعود، وكانت بداية رسالة أنه سيبدأ يعود من مدينة التربة الأكثر انفلاتا، التي كانت تعاني من أكثر انفلاتا أمنيا، والتي كانت تعاني من حالة مستعصية أمنيا. نعم. فكانت الرسالة من النقطة الأقوى لجميع المناطق المحررة، وإن شاء الله ستستمر هذه الحملة حتى سيادة العقيد. نعم سيادة العقيد، يعني الحملة التي انطلقت في مدينة التربة هي جاءت بناء على شكاوى رفعت من المواطنين بأن هناك جماعات تخريبية في هذه المدينة. يعني في المناطق أخرى هل تصلكم شكاوى أن هناك يعني جماعات مماثلة يجب التخلص منها؟ يا أخي، بعد الغزو الذي شنه وبعد التدبير الممنهج للجهاز الأمني من قبل الساش والحوثيين، تدمر هذا الجهاز تقريبا يعني بحدود 100% في تعز. نعم. هناك كان تدمير ممنهج من قبل الحرب لهد هذا الجهاز. الان الجهاز يعتبر مدمر تدمير شامل، لا وجود لمباني، لا وجود لمعدات، لا وجود لاي امكانيات تماما لبطلها. نحن نعيش في حاله حرب، وحاله الحرب يتبعها الفوضى، وبدون اي امكانيات تسربت هذه الفوضى الى مناطق المقاومه، لا ننكر ذلك. ولكن المقاومة تصدت لهذا الموضوع من البداية وأنشأت لجان أمنية حققت ما تستطيع أن تحققه من بداية الحرب. ولكن الآن المطلوب مننا جميعا في المقاومة وفي الحكومة الشرعية أن نبدأ إعلان عودة الدولة، عودة مؤسسات الدولة، عودة الكيان الأمني، وهو من أهم الأجهزة التي يمكن أن نعلن لعودته إلى الوجود، وإذا وجود الدولة الحديثة وضحت الصورة جميعا خرجنا من أجلها.
وصلت الرسالة سيد سيادة العقيد محمود المحمودي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. نعود إلى وكيل محافظة تعز السيد رشاد الأكحل. يعني سيد رشاد، هناك حملة أمنية في مديرية التربة للخلاص من بعض العناصر التخريبية التي يعني أحدثت الفوضى في هذه المدينة، لماذا لا تشمل هذه الحملة كافة المناطق المحررة أيضا يعني للحد من هذه العناصر وسد أي فراغ أمني حادث؟ عند في إدارة الأمن وأخينا مدير الأمن والأجهزة المساعدة له بحسب ما هو معروف عندهم خطة في مسألة فرض الأمن في المديريات المحررة، وأنا أعتقد أنه تطبيع الحياة بعمل المؤسسات لا يمكن أن يكون إلا بفرض الأمن الموجود. هناك تقارير عن عدد من البؤر الموجودة، هي نعم. موجودة، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكن أنا أعتقد أن ما بديت التربة هو خطوة أولى في مسألة السير نحو تطبيع الحياة الأمنية وفرض الأمن والذي بعض عن حياة الناس واستقرارها. نحن نريد أن يكون أمن يحقق استقرار الناس ويحقق الطمأنينة إلى الناس. في خطة أمنية بالتنسيق بين المقاومة والجيش الوطني مع إدارة الأمن حول مسألة كيفية التعامل مع هذه البؤر التي توجد تقارير موجودة لإدارة الأمن ومكانها موجودة، لكن أنا أقول لا قلق، طالما كما قال أخينا المحمودي إن إدارة الأمن بنت نفسها من 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 كيان محطم لم يكن عاد كان موجود عندنا جهاز أمني، لكن اليوم أنا أعتقد ما هو موجود هو قد تم بناء هذا الجهاز إلى حد ما، لكن هناك مسألة في غاية الأهمية وهي الإمكانيات التي تحقق هذا النجاح الذي يمكن أن تعمله الأجهزة الأمنية. نحن نطلب من الحكومة الشرعية أن تنفث بعين المسؤولية لما تحتاج الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، خصوصا وإن محافظة تعز الآن في هجمة توحشية من جماعة الحوثي صالح لما حققته المقاومة والجيش الوطني من انتصارات على مختلف الجبهات، وبالتالي نحن نقول التزامن هذه الانتصارات إذا لم يتم فرض الأمن في هذه المناطق تكون هناك في خلل في مسألة تحقيق الأمن، في مسألة اكتمال الانتصار. أنا أقول إنه اكتمال الانتصار الذي تحققه الانتصار الذي يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو بفرض الأمن وإشعار المواطن بالطمأنينة، وإن نحن سائرين في اتجاه من بناء مؤسسات الدولة التي هي العامل الأول لإشعار المواطن أن الحياة المدنية قد عادت إلى محافظة تعز. نعم، تكرم بالبقاء معنا وكيل محافظة تعز. ينضم إلينا الآن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر اللخشع. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيادة اللواء. يعني سأنقل لك ما قاله وكيل محافظة تعز، أن المحافظة بحاجة إلى المزيد من الإمكانيات في الجانب الأمني لتحقيق الأمن في هذه المدينة. مساء الخير أولا لك ولضيوفك الكرام. أولا نحيي أبناء تعز على صمودهم الوطني يعني وعلى ما يقوموا به من أعمال يعني في سبيل يعني حفظ الأمن والاستقرار. نعم. هي المديريات التي يعني تم تحريرها من يعني الانقلابيين. حقيقة نسعى في وزارة الداخلية حاليا لوضع الأسس الصحيحة لعودة العمل المؤسسي لكل مؤسسات الأمن. اليوم نحن نعاني من سياسات المركزية الشديدة التي كانت بالأمس يعني تمارس ضد المحافظات. نعم. كل هذه الأجهزة الأمنية كانت كلها مربوطة يعني بصنعاء وكانت تلتقي كلها بصنعاء، البنك المركزي في صنعاء، المرتبات كلها عبر صنعاء، كلها هذه مشكلات يعني كبيرة جدا حالة دون إنجاز تعزيز العمل المؤسسي في المحافظات المحررة. نعم. لكن التوجيهات الأخيرة لخامد الآخر الرئيس بعودة الحكومة إلى عدن وايضا البنك المركزي وكيفيه السيطره على مرتبات يعني منتسبي الدوله بما فيهم منتسبي الامن والقوات المسلحه حاليا تجري كل هذه على قدم وساق، وان شاء الله
أنه يتم إصلاح الخلل الذي عشناه خلال الفترة الماضية. نعم سيادة اللواء، يعني من الطبيعي أن المهمة المسنودة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي مهمة التحرير، بينما ما هو ملاحظ أنها يعني أن الجيش والمقاومة الشعبية تحل محل الأمن في محافظات قد يعني حررت منذ فترة، أين هو الخلل؟ الخلل أنه كل الأجهزة الأمنية التي كانت مسيطرة على المحافظات هي أجهزة مركزية، كان عندنا الأمن المركزي كله يعني من صنعاء وتم سحبه، كان عندنا الدوريات التي تنتشر في كل المحافظات وتم يعني سحبها، يعني كانت يعني كل المفاصل الرئيسية التي كان الأمن حينها يعني يعتمد عليها كانت كلها يعني مؤسسات مركزية، وبالتالي الانقلابيين يعني قاموا بسحب هذه القوى وحولوها إلى قوى يعني معادية بدل ما أن تكون قوى يعني من الشعب، وبالتالي عملية يعني الآن إعادة يعني الوظيفة الأمنية إلى الصلوبات المحلية إلى المحافظين وإلى المحافظات بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى يعني جهود يعني مشتركة. نحن الآن ممكن في مرحلة من المراحل أن نستفيد من المقاومة ونستفيد من الجيش حتى يتم يعني تفعيل العمل المؤسسي للضباط والأفراد المنتسبين من المحافظات، وأيضا نمدهم يعني الشباب الجديد يعني من أفراد المقاومة. نعم يعني معالي اللواء تكرم بالبقاء معنا، سنعود لضيفنا الآخر وكيل محافظة تعز السيد رشاد الأكحلي. يعني سيد رشاد سأختم معك بهذا السؤال، يعني المقاومة الشعبية اليوم تقوم بالكثير من المهام المتعلقة بقوات الأمن، يعني باعتبارك مسؤول محلي في المحافظة، ما هي العوائق التي تقف في طريق استكمال دمج أفراد المقاومة الشعبية في المؤسسة العسكرية والأمنية لتغطية الفراغ وتأمين المساحات المحررة؟ لا لا لا، انا اعتقد انه توجيهات الاخ الرئيس واضحه في مساله دمج المقاومه في الجيش الوطني، وانا اعتقد انه الثلاثه الالويه 35 و22 و17 الان هم في سياق في عمليه استيعاب المقاومه في الجيش الوطني، خطوات تسير في هذا الاتجاه. لكن انا اذكر الاخ النائب بان المديريات على سبيل المثال المحرره فيها مقاومة وفيها جيش وطني وفيها أمن، يتولى جزء من المقاومة وجزء من الجيش الوطني مسؤولية الأمن لعدم وجود الإمكانيات الكافية لدى الجهاز الأمني في مسألة استلام ما يتعلق بالجانب الأمني، وهي مسألة متعلقة بالجوانب المادية المالية والمادية، ليس متعلقة في مسألة فرض من المقاومة والجيش الوطني. فيما لو توفرت إمكانيات للمقاومة أنا أعتقد سوف تحقق مسألة استلام الجانب الأمني في مديرية المساحات المحررة من المحافظة. مشكلتنا جانب إمكانيات، وأنا أعتقد لو تحرر الجانب الأمني الإمكانيات سوف تكون هناك جوانب أمنية يتحققها الأجهزة الأمنية. أنا أعتقد أنه اليوم الخطوات جارية في مسألة، وأنا أعتقد أنها خطوة مهمة وفي غاية الأهمية حول استيعاب المقاومة في الجيش الوطني، يكون عندنا جيش وطني وأجهزة أمنية، جيش وطني يتولى مسؤولية استكمال التحرير وأجهزة أمنية تحقق الجانب الأمني واطمئنان الناس في المناطق المحررة. نعم أشكرك رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة تعز. نعود إلى نائب وزير الداخلية السيد أو اللواء علي ناصر الأخشع. يعني مع سيادة اللواء، لا شك أن وجود المقاومة كتشكيلات مسلحة غير نظامية أمر واقع فرض على المحافظة للدفاع عن نفسها، لكن قرار استيعاب المقاومة في الجيش وأجهزة الأمن يسهل المهمة إلى حد ما في تسريع وتيرة الانتقال إلى مرحلة إجراءات بناء الدولة، ما الذي يقف في طريق استكمال هذه الخطوة؟ طبعا مش إلا محافظة تعز، في كل المحافظات المحررة يجري حاليا تنفيذ بشكل عام فيما يتعلق بدمج المقاومة في القوات المسلحة. نعم. يعني والأمن، وهناك إجراءات تمت تقريبا، احنا الآن انجزنا 70% و80% من تلك الإجراءات، فبقي لنا مشكلة كانت معلقة اللي هي كما قلنا الجانب المالي. نعم. البنك المركزي في صنعاء والموازنة كان تم السيطرة عليها من صنعاء،
يعني لم نستطع أن نضخ أموال حتى يعني إلى هذه القوى الجديدة، وتم يعني بها نوع يعني من إضعاف لدورها في الميدان كما قال الأخ الوكيل، لأنه أيضا لا توجد أي إمكانيات التي تساعد لا مرتبات يعني ولا أيضا اعتمادات يعني تمكنهم من الحركة. لكن الآن بقرار فخامة الأخ الرئيس بجنقل البنك وأيضا بوجود الحكومة في عدن، أعتقد أنه كل الأجهزة الآن عاتبة على كيفية يعني إنجاز المهمة بشكل كامل، بحيث يعني تكون هذه القوى الجديدة الشابة التي يعني انتسبت إلى الجيش والأمن تكون قوى فاعلة في الميدان وتحقق يعني مهامها إن كان مهام أمنية أو مهام يعني قتالية. نعم معالي اللواء يعني أو سيادة اللواء، يعني عفوا ولو قاطعتك هنا، يعني أنت تحدثت عن أن المشكلة المالية هي المشكلة الوحيدة اليوم، نستطيع القول أن المشكلة المالية حلت، يعني هل يمكن القول أننا سنجد واقع جديد للواقع الأمني مغاير للواقع الذي كان عليه؟ والله أنا أقول إنه من حيث الإجراءات الإدارية ويعني القانونية المسألة المالية حلت، لكن من حيث جعلها واقع ملموس أنه نحن قد ضخينا الأموال للمرتبات إلى كل الأماكن وضخينا أيضا الاعتمادات، يعني عدم لازلنا هذا الكلام ننتظره. بأكد كل التأكيد أنه إذا تم هذه العملية المتكاملة أنه نحن حنشهد تطور كبير جدا في الأداء المؤسسي لأجهزة الدولة كلها وبما في ذلك يعني الأمن والقوات المسلحة. نعم، إذن أشكرك نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، لا أدري هل سينضم إلينا الآن الباحث والأكاديمي في العلوم الأمنية وليد الأثوري. إذن يبدو أننا لم نستطيع التواصل مع السيد وليد الأثوري. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. مشاهدينا في الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي، كان معي عبر الهاتف وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي، وأيضا العقيد محمد المحمودي قائد الحملة الأمنية التي نفذت في مدينة التربة، كما أيضا أشكر نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى، في أمان الله.